يعتبر مصنع بيبر بال في مدينة أريحا الأول من نوعه الذي ينتج أوراقا صحية من مخلفة صعف أشجار النخيل التي يتم جمعها من البساتين المنتشرة في منطقة الأغوار. الآن أعتقد أنه يوجد 350 ألف نخلة طور الإنتاج، وكل نخلة بتعطي 100 كيلوغرام مخلفات ورقية بالسنة، فبالتالي عندنا 35 ألف طن مخلفات زراعية في منطقة أريحا والأغوار. تعتمد عملية تصنيع الورق على مبدأ الصناعة الخضراء دون أي مخلفات تضر بالبيئة، سواء من المواد الخام أو المنتج النهائي الذي يطرح في الأسواق. إحنا ما عندنا مخلفات صلبة بتخرج من المصنع نهائيا. المصنع بيقوم بمعالجة كافة مخلفات الصلبة اللي بتنتج عن الصناعة. ينتج المصنع كافة أنواع الأوراق الصحية المعقمة التي تباع للمشافي والمراكز الصحية، وهي أوراق خالية من أي إضافات كيماوية سواء مواد التثبيت أو الألوان. مصنعنا بنتج بدون أي إضافات كيميائية في المنتج النهائي. إحنا بنحاول يكون منتجنا طبيعي بيور 100%. تتراوح الطاقة الإنتاجية للمصنع من 5 إلى 10 أطنان يومياً من الورق الصحي، ويعتمد ذلك على حجم الطلبات الواردة من السوق المحلي. إنه إحنا مصنعنا الآن بيستوعب 30 إلى 35% من مواد الخام المتوفرة في قطاع الزراعة كمخلفات زعف نخل. يطمح أصحاب المصنع إلى الوصول إلى استهلاك ما نسبته 100% من المواد الخام المتوفرة، لأن ذلك سيسهم في حل المشكلة البيئية وزيادة فرص العمل والإنتاج.